جمال جينا مع اذان الظهر، اذان بيدنا اهو شيء رائع. مش هنتكلم طول ما الاذان بيدنا، هنخش وبعدين نتكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إحنا في حضرة آل النبي، فهنا هنشرح لكم بس المكان اللي إحنا فيه. ده مسجد الكوفة اللي بناه سعد بن أبي وقاص، يعني 17 18 19 هجري يمشي الحال. هو وقف هنا وبعد قال لعمر بن الخطاب امير المؤمنين رضوان الله عليه، احنا جاهزين خلاص، احنا هنعمل مكان، عايزين نعمل مدينه لينا. فوقف هنا، يقال الروايات انه رمى سهم كده وسهم كده وسهم كده، حدد حدود المسجد وبدات مدينه الكوفه. كانت موجوده بس بدات المدينه نفسها. لكن يقال ان مسجد الكوفه حاجة قديمة، يعني هم بنوا على بناية قديمة. يعني ممكن يقول انه كان سيدنا آدم كان هنا، لان في مقام هنا يقولوا مقام آدم ومقام إدريس. في يقولوا انه ممكن يكون جبل الجدي هنا اللي هي واستوت على الجدي. فممكن يكون ناس تانية تقول لا في أرمينيا. كل ده كلام. لكن كون سيدنا علي وهو من هو يجي هنا ويغادر المدينة، فده معناه ان المكان هنا ممكن يكون لي ممكن يكون لي اثر تاريخي. مفيش مانع ابدا، لانه في اماكن مقدسة دايما تتجدد. يجي حد بعد 500 سنة 1000 سنة يجددها، زي بيت المقدس مثلا، وزي الكعبة المشرفة. مش احنا عارفين الكعبة ليها أصول وأصول وأصول وأصول. فنيجي بقى هنا في مسجد الكوفة، في مسجد الإمام علي رضوان الله عليه. مش المكان اللي دفن فيه، لكن المكان اللي استشهد فيه، واللي كان بيمارس فيه كل مهامه، واللي دخلوا في صلاة الفجر وضربوا فيه عبد الرحمن بن ملجم. القبة اللي انت شايفينها دي قبة مقام ومرقد مسلم بن عقيل، عقيل بن ابي طالب. مسلم بعته سيدنا الحسين عشان يشوف الاحوال في الكوفة، لان بعتوا له انصار من الكوفة، فبعته استقبله هاني بن عروة اللي هو برضو مقامه او مرقده هنا زي ما انت شايفين. المكان ده مستحدث، يعني بقى له يمكن 10 15 20 سنة، ما اعرفش يعني في الحدود دي. هنخش نزور مرقد مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، بطل كبير، وكان رسول سيدنا الحسين لأهل الكوفة. وجوه كمان في مرقد مختار الثقفي، أنا حكيت لكم حكايته، ده اللي قام وقال أنا لازم أقتل كل اللي قتلوا سيدنا علي، لا سيدنا الحسين، وقتل عدد مهول من الناس عشان خاطر يستريح ضميره من قتلة سيدنا الحسين، الوحوش اللي قتلوه في معركة ألطف اللي حكيت لكم عليها. يبقى دلوقتي احنا بقى ايه، هنخش نزور بعد كده المرحلة الثانية في المسجد الأصلي اللي حصلت فيه كل الأحداث لما نعدي المرحلة دي. فدلوقتي نبدأ نوريكم
مرقد مسلم بن عقيل. هذا هو هنا استريح مسلم بن عقيل اللي بعده سيدنا الحسين عشان نشوف أنصاره في الكوفة، وكانوا أكتر من 12,000، لكن حصل تراجع لما عبيد الله بن زياد هدد الناس فما خرجوش. فمسلم بن عقيل بعد بسرعة الحسين قال له هتيجي ما تجيش، لكن كان الحسين قد خرج واقترب من الكوفة لتحدث واقعة ألطف. بعت له رسالة قتلوه قتلة بشعة جدا مسلم بن عقيل، لكن زي ما قلت لكم شوفوا أهو ها هنا يركض في سلام، ولا يعني يزكيه على الله، يركض في سلام مسلم بن عقيل. شيء جميل جدا ومريح جدا انك تيجي تلتمس الاقتراب من الذكرى ومن الناس اللي وقفوا مواقف عظيمة جدا جدا. وده ابن عقيل بن أبي طالب. فاكرين لما هنحكي لكم الحكاية ونقول لكم ان ابو طالب هو ابو طالب عنده طالب الاولاني، لكن قال لهم اتركوا لي عقيل ثم فعلوا ما بدا لكم. لمين؟ لسيدنا النبي وللعباس و اسد الله حمزة. هنحكي لكم ايه اللي حصل. وفي حديث هنا مكتوب انه سيدنا محمد بيقول انا بحب عقيل عليه الصلاة والسلام وابنه هيتقتل. دي حاجات موجودة كتير عن سيدنا النبي في احاديث كثيرة. مرقد المختار الثقفي، يا سلام، هو ده اللي رفع شعار وثأرات الحسين وثأرات الحسين، قتل كل اللي شاركوا في قتل الحسين وهب حياته الحكايه دي. عارف ان ده لي ده ضليع في الحكايه راح قتل، وده ضليع راح بعيد يروح حتت بعيد ما سابش ولا واحد. هذا الرجل اللي هو ده احنا نقول وثأرات الحسين، لكن عمك مختار او المختار الثقفي في التاريخ يذكر بكبرياء، لان هو اللي شال سيفه وراح قتل كل اللي شاركوا في قتل الحسين، مش بس ابن جوشن والمجموعه وعبيد الله بن زياد وعمرو بن سعد، لا كل الناس اللي كانوا ليهم دخل بمقتل الحسين. فده اللي طبق فعلا العبارة الشهيرة وثأرات الحسين. ما الذي أتى بعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه عليه السلام إلى الكوفة؟ جلي. دي بقى حكاية هنحكيها، وإحنا لينا حظ جميل جدا إن إحنا نقدر نقعد في محراب سيدنا علي، في محراب سيدنا علي نقعد فيه ونحكي لماذا ترك علي بن أبي طالب على عينه المدينة المنورة ليأتي إلى الكوفة. الأربع سنين أو الخمس سنين
في فترة خلافة سيدنا علي رضوان الله عليه معظمها أديرت من هنا من هذا المكان. كان في دار إمارة عملها سعد بن أبي وقاص، بس سيدنا علي ملوش دعوة بالقصة دي، يعني سيدنا علي ملوش دعوة بالقصة دي خالص، يعني قصة الفلوس والحاجات دي ملوش دعوة بيها خالص. على فكرة دي مش كتب معينة، دي كل الكتب أقرت الكلام ده إن سيدنا علي ملوش دعوة. يعني في روايات كتيرة عن إنه اخواته وقرايبه جم ادينا بقى امير المؤمنين اللي هم اديكوا تاخدوا نصيبكم وبس. في بعضهم راح لمعاويه قال لك علي ده بتاع الاخره ومعاويه بتاع الدنيا، فراحوا لبتاع الدنيا بعضهم. وفي ناس فضلوا مع سيدنا الامام. هنا حصل القتل، ممكن هنا الاستشهاد، وممكن عند باب المسجد، يعني في روايه كده وروايه كده. هذا هو محراب سيدنا علي رضوان الله عليه. يا سلام يا سلام، هنا كان يخطب الإمام، كان يعني كل ما يقول اتقوا الله وانصروا أرحامكم. انتوا عارفين بقى ليه الواحد من عشاق سيدنا علي بن ابي طالب؟ مش لسبب، لاسباب كتير قوي. مش لاني دارس تاريخ ولاني متربي باب الخلق وبالتالي عشت حياه طويله في مسجد سيدنا الحسين وفي الازهر الشريف، لا، لان الروايات عن سيدنا علي هو كان تركيبه خاصه، يعني تركيبه منتقاه. أحكي لكم بقى عن الحكاية وليه سيدنا علي جه هنا. بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، قبل مقتل سيدنا عثمان بن عفان، دي حكاية هحكيها لكم في أي وقت نضمها على الزيارات اللي هنا. لكن بعد استشهاد أو مقتل ومقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، راحوا لسعد وراحوا لفلان وراحوا لعلان، وسيدنا علي مش عايز، عايزينك مش عايز. سيدنا محمد قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا علي، يا سلام، انت لا الدنيا هتاخد منك حاجة ولا انت هتاخد منها حاجة. ده قول للرسول قال له كده يا علي، لا الدنيا هتاخد منك حاجة ولا انت هتاخد منها حاجة. المدينة مضطربة بعد مقتل سيدنا عثمان، في ناس جايين من الكوفة أعداد وناس جايين من البصرة. خلي بالك الكوفة لما عملها سعد بن أبي وقاص بقت مدينة بقى عمالة تكبر تكبر. ده الكلام ده سنة 19، احنا دلوقتي في سنة 40، 40 لا قول 35 36، فحصل يعني اتساع للكوفة وتنوير ومكان للعلم والحاجات زي كده. المدينة فيها ناس جم من الكوفة من البصرة من مصر جايين، في الكتب بيقولوا ناس عليهم ثوار، وناس تانية تقول عليهم لا دول خوارج لأنهم خرجوا على سيدنا عثمان، لكن في ناس تسميهم الثوار. ده تعبير موجود وده تعبير موجود في الكتب. وتم اغتيال سيدنا عثمان. سيدنا علي وافق مؤخرا، يعني بعد وقت جامد جدا وافق سيدنا علي. طيب المدينة فيها خلاف، في ناس مع سيدنا علي، في حصل طلحة الزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير، كل اتنين دول من العشرة المبشرين بالجنة، والسيدة عائشة كانت في مكة راحوا لها بعد ما بايعوا، راحوا رايحين تاني لستنا عيشة. ستنا عيشة راحت البصرة. كل دول بيطالبوا بإيه؟ بدم عثمان. وعملوا حاجة غريبة جدا، خدوا صوابع السيدة نائلة زوجة سيدنا عثمان لأنها كانت بتدافع عنه، فراحوا قاطعين صوابعها وحطوها في قميص سيدنا عثمان بالدم وبعتوها لحبك معاوية هناك في دمشق، وبدأت قصة قميص عثمان، قصة دم عثمان. يعني هي قصة مش ما كانتش صادقة في معظمها، لأن الناس اللي قاموا على سيدنا عثمان قالوا نقتله نعفلا فقد كفر،
بعضهم قال كده يعني بيسخروا من سيدنا عثمان. هم الناس اللي رجعوا بعضهم يأيد انه عايزين دم قتلة سيدنا عثمان. فالمدينة مضطربة، فين انصار سيدنا علي في الكوفة؟ بعتوله قال له احنا انصارك. في ناس قالوا له خليك في المدينة، انت محمي مع الرسول والدنيا مظبوطة وكده، وقعد. لكن نظرا لان في ناس معاه وناس ضده، وعرف ان ستنا عائشة خرجت مع الزبير وطلحة وراحوا البصرة، فكان لازم يخرج سيدنا علي ويأتي الى الكوفة ويجعلها. زائد ان في نقطة مهمة بقى جدا، لانه انت لما تبقى تحت في المدينة الدولة الاسلامية وسعت، فوجود الكوفة ده هيخليك في وسط الدولة الاسلامية. طلعوا في العراق وتحركوا، طلعوا في الشام وتحركوا، راحوا مصر وراحوا شمال، فده كله خلى الكوفة مدينة مهمة جدا مركزية. فكان لازم سيدنا علي ينتقل الى الكوفة ويعيش فيها 4 سنين ونص حاجات زي كده. حصلت بقى معركة الجمل اتكلمنا عنها، معركة صفين اتكلمنا عنها، وحصل التحكيم اللي بناء عليه ظهر طائفة اسمها الخوارج ما رديوش بالتحكيم، وفي ناس قالت لازم التحكيم. شوف خلاصة المسألة انه في واحد سأل سيدنا علي قال له يعني وليه الدنيا عاملة كده ليه يعني معاك يعني في ايه؟ وكانت ايام الخلفاء التانيين كانت كويس، قال له لانه كان ابو بكر وعمر بيحكموا امثالي على علي سيدنا علي نفسه، اما انا فانا احكم امثالك. الناس بقت مش تمام. انما لما عمر وابو بكر كانوا بيحكموا الناس، عبد الله سيدنا علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والصحابه كلهم وطلحه والزبير وكل دول، حتى في قول لسيدنا علي ايه المشكله اللي حصلت؟ اساس المشكله بينه وبين معاويه ايه اللي ادت الى ده كله؟ معاويه عايز دم عثمان طبعا، ده ادعاء. لكن سيدنا علي قالوا له خلي معاويه، لان معاويه بقاله كتير قوي هو واخوه حكموا الشام فمترستقين. قال لهم ولا يوم، لانه سيدنا علي ما كانش عنده اي فكره عن ان هو يعمل مرونه سياسيه والحاجات دي والتوازنات والحسابات اللي بتحصل من زمان لغايه دلوقتي. لا لا ما كانش عنده. قال لك كل الامصار لابد القاده اللي فيها يتغيروا، لانهم كلهم دول قاموا عليهم الناس وراحوا اشتكوا لعثمان وادت الى قتل سيدنا عثمان بن عفان. فسيدنا علي ما كانش عنده اي فكره او اي احتمالات. كتير من الصحابه قالوا له لأنه سيب معاوية وبعدين لما تسترست الأمور وتاخد بيعة الشام وتبقى الأمور تمام ابقى شيله. قال لهم لا ما عنديش أنا الكلام ده. واستقر الأمر على أنه التحكيم ما نجحش، فمعاوية فضل في الشام وسيدنا علي فضل بقى كذا وقت يعني يحاول يجمع الجنود، لكن الناس خلاص اتهزت خلاص. ودي سموها في التاريخ الفتنة الكبرى، من مقتل عثمان لكل التسلسل الأحداث اللي حصلت اللي أنا بحكي لكم باختصار دي. معاوية في الشام وسيدنا علي أمير المؤمنين في العراق كله، كل العراق. ما كانش طبعا في حاجة اسمها العراق بحدود كده، كأنما البصرة والكوفة والجزيرة العربية كلها تحت ومصر. تعرفين طبعا قصة الأشتر اللي معاوية حط له السم وهو رايح مصر يحكم مصر من قبل علي بن أبي طالب، ده كان شخصية مهمة جدا، كان شخصية حكيمة وكان فارس كبير، ولذلك في أبواب هنا باسم الأشتر. سيدنا علي بقى فضل الفترة دي عليه علامات الحزن طول الوقت، مش مهزوم لان ده ما يتهزمش، لكنه مش مبسوط، لانه درجة ان هو السنتين الاخريتين كان بيقول يا رب كفاية كده بقى انا عايز امشي يعني خلاص. لا بقيت احبهم ولا بقوا يحبوني، لا بقيت عايزهم ولا بقوا عايزيني، يعني خلاص. ففضل الفترة دي كلها يقول للناس اسألوني قبل ان تفقدوني. ليه؟ لأن سيدنا النبي قال أنا باب العلم ده سيدنا علي. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك إيه؟ لولا علي أو لولا أبا الحسن لهلك عمر.
لان هو اللي فاهم كل حاجه. لان احكي لكم احنا عند مركز سيدنا علي ليه سيدنا علي كان متميز ومختلف وعنده وعي لكل شيء، لانه من وقت كده في حضن النبوه، في حضنها تمام، لا عمره شاف صنم ولا عبد صنم ولا سجد لصنم ولا الكلام ده كله، ما عندوش حاجه من دي خالص. هنا في المسجد ده قعد ثلاث رجاله منهم ابن ملجم وقالوا احنا هنعمل ايه بقى في الكارثه دي بقى، في خوارج وفي مشاكل وفي حكايات وفي قصص. هما ثلاثه هما من نظر الخوارج لازم نقتلهم عشان الامه تستقيم، فكر مريض. فبعتوا ثلاث رجاله، واحد اتنين تميميه يعني وابن ملجم ده. ابن ملجم ده راح عشان يقتل سيدنا علي، واتفقوا على يوم 17 رمضان. في 17 رمضان وفي ممكن يبقى 20 وممكن يبقى 21، كتب فيها كده وفيها كده وفيها كده، وفي ان القتل تم عند الباب وفي قتل تم عند المحراب اثناء الصلاه برضو، دي كلها فيها حاجات. ابن ملجم ده قعد يسن السيف بالسم. يقول لك في قصه كمان يعني انه في واحده اسمها قطام وهو شافها اتلخبط خالص، عجبته قوي، فقالت له انا مهري 300,000 درهم وقينه، يعني ست ناشطه او مغنيه معنى الاثنين ما يمشي، وعبد وراس علي. قال لها ما كلمناش احنا في راس علي. قالت له هو كده، والمنطق زي ما قلت لكم قبل كده انه قالت له انه لو قتلته وانفت هتتمتع بيا وبالدنيا والحاجات دي كلها، ولو قتلوك هتتمتع بما عند الله. فكر مريض عجيب. عشان كده البعض سماها فتنه، دي مش فتنه خالص، دي فساد فكري، فساد في الفكر. وفعلا جبن ملجم. ويقال ان سيدنا علي بن ابي طالب كنا في رمضان بقى احنا جمع اسرته وقال لهم انا حلمت بالرسول، جاني وقال لي انت هتقعد معانا العشر الاواخر من رمضان. فبكت الاسره كلها، فقال لهم بس ما تبكوش ولا حاجه تمام. ويقال برضو في بعض الروايات سيدنا علي كان عارف انه هيتقتل في الليله دي، والوز نبح وهو خارج لانه كان يخرج جنده للصلاه، الوز نبح فقال ان دول بكي بيبكوا عليا. يقال روايات، انا فيش مانع ليه لا. ولما ضربوا ابن ملجم يقال برضو انه رضوان الله عليه فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه، خلاص خلص من الدوشه دي. دوشه صحيح بالنسبه للانقياء، الاتقياء اللي زي علي بن ابي طالب ما ينفعوش يعيشوا في الدنيا ديت، الدنيا دي اللي احنا بنعمل فيها حاجات فظيعه جدا. هوريكم بقى البيت اللي لما اتضرب سيدنا علي هنا، كمان حتى سيدنا النبي يقول له عارف اشقى الاولين يا علي؟ قال له نعم. قال له هو اللي ذبح ناقص صالح؟ قال له طب اشقى الاخرين مين يا علي؟ قال له ما اعرفش. قال له من يضربك على هذا وينزل الدماء من هذا ده اشقى الاخرين، الواحد التعيس اللي فيهم. سيدنا محمد قال له كده، من يضربك على هذا ويسفك دماءك من هذا. وده اللي حصل فعلا من ابن ملجم في هذا المكان. هرجع اقول اللي قلته وانا عن سيدنا الحسين، او اللي هقوله وانا عن سيدنا الحسين، انه يبقى طبعا الحق والعدل. يبقى سيدنا علي الناس بتجيله من كل حته في العالم تزوره، ومحدش عارف مين ملجم ده وعبد الرحمن ده، وما نعرفش عنه حاجه خلاص. فدايما الحاجات اللي عشان كده يعني استشهاد الناس ديت ليه دلاله، مش عفو كده او ملوش يعني معنى، ليه دلاله، عشان الناس دي هي اللي ممكن تخليك تحس ان الدنيا دايما فيها ناس بتسعى للحق،
هي كلها ظلم، لكن في ناس طول الوقت موجودة بتسعى للحق، وده كان علي بن أبي طالب رجل الحق بلا منازع. هنا ما فيش بقى سنة وشيعة، ما فيش فيها دي سنة ولا شيعة، الكل متفق على ان الامام. انت ما تقول ايه الامام يبقى مين؟ عند اي حد من المسلمين يبقى علي بن ابي طالب. لما تقول امام المتقين يبقى علي بن ابي طالب. لما تقول ابا تراب يبقى علي بن ابي طالب. كان يقعد في المسجد فوشه يتملي تراب، فيروح له النبي يخش عليه ويصحيه منه ينظف له كده يقول له قم ابا تراب. طروا روايات برضو كان يزعل مع ستنا فاطمة الزهراء، فكان يروح يقعد في الجامع زعلان كده، فيروح للنبي يقول لكم أبو تراب ويصالحه ويقول لا ما زعليش ابن عمك. حالة تانية، حالة حلوة. تعالوا بقى نروح البيت اللي كان عايش فيه سيدنا علي. البيت في المدينة اللي كان فيه ستنا فاطمة ده ملوش موجود، مش موجود. سيدنا علي بعد ستنا فاطمة اتجوز أكتر من واحدة، يعني في الكتب في روايات انه اتجوز 8 أو 9، انجب فوق 30 ذكر وانثى. وهنا كل ده كان في الكوفه، وجزء منه كان في المدينه طبعا، لان ستنا فاطمه ماتت بعد موت الرسول بست اشهر بالظبط، وفي قول 3 أشهر، انما ما عاشتش بعد 6 أشهر. سيدنا علي لم يتزوج طول ما هو متزوج من اخرى، طول ما هو كان متزوج فاطمه الزهراء أم الحسن والحسين رضوان الله عليهم. تعالوا نذهب إلى منزل بيت سيدنا علي ونشوف الأوض اللي كان فيها الحسن والحسين كانوا يعيشوا معاه في بعض الفترات. Thank you.